متى سيحدث التفرد؟ التفرد هو نقطة زمنية نظرية يصل فيها التقدم التكنولوجي وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مستوى يغير فيها الوجود البشري بشكل عميق. إنه موضوع مثير للاهتمام وربما يكون أحد الموضوعات الأكثر إثارة للاهتمام للسنوات والعقود القادمة. إذا تحقق ذلك فمن المؤكد أنه سيغير حياتنا والعالم كله بالكامل. وبينما يعتقد البعض أن التفرد أمر لا مفر منه وسيحدث قريبا جدا، فإن البعض الآخر يشكك بشدة في احتمالية حدوثه. واحدة من أقدم التنبؤات حول التفرد قدمها عالم الرياضيات وعالم الكمبيوتر فيرنر فينغ في مقالته عام 1993 بعنوان التفرد التكنولوجي القادم. وتوقع فينغ أنه بحلول عام 2030 سيتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري، مما يؤدي إلى تسارع سريع في التقدم التكنولوجي. منذ ذلك الحين قدم العديد من الخبراء تنبؤات مماثلة، حتى أن البعض اقترح أن التفرد يمكن أن يحدث في وقت مبكر من عام 2029. ومع ذلك ليس الجميع مقتنعين فعليا بأن التفرد هو احتمال واقعي. يجادل البعض بأن هناك قيودا أساسية للذكاء الاصطناعي ستمنعه من تجاوز الذكاء البشري على الإطلاق، ويشعر آخرون بالقلق بشأن العواقب المروعة لإنشاء آلات فائقة الذكاء يمكن أن تشكل تهديدا للبشرية. هناك شيء واحد مؤكد، إذا تم تحقيق التفرد فمن المرجح أن يمثل أكبر تغيير للبشر والتكنولوجيا على الإطلاق. كما ذكرنا سابقا يشير التفرد التكنولوجي إلى النقطة الزمنية الافتراضية التي يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى حقبة غير مسبوقة من التقدم التكنولوجي والتغيير المجتمعي. إحدى السمات الرئيسية للتفرد هي مفهوم التحسين الذاتي، حيث يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي تحسين قدراته وتصميمه مما يؤدي إلى زيادة هائلة في الذكاء. قد يؤدي هذا إلى نظام ذكاء اصطناعي أكثر ذكاء من أذكى إنسان، ويمكنه حل المشكلات التي تتجاوز فهمنا حاليا. في الواقع يمكن أن يصبح الأمر أسوأ أو أفضل اعتمادا على من تسأل. على وجه التحديد إذا تم تحقيق هذا التقدم فيمكن أن يصبح نظام الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاء من جميع البشر الذين كانوا موجودين على الإطلاق، بمعنى أنها ستمتلك معرفة كل من عاش على الإطلاق. الآن سيكون ذلك مذهلا حقا، ولكنه مخيف أيضا، لأنه إذا كان نظام الذكاء الاصطناعي قويا جدا فمن يستطيع أن يقول أننا نحن البشر نسيطر على هذا النظام؟ وهنا علينا أن نفكر خارج الصندوق تماما. انسى كل قوانين الفيزياء، انسى كل ما تظن أنك تعرفه عن الإنترنت، انسى كل شيء في الأساس، لأن مثل هذا النظام القوي للذكاء الاصطناعي سيكون قادرا على إيجاد قوانين فيزيائية جديدة في غضون دقائق. فالمشاكل التي يتم حلها حاليا منذ عقود من قبل ألمع العقول على وجه الأرض سيتم حلها في غضون أيام إن لم يكن ساعات. والآن بعد أن أصبح لدينا فهم أساسي للتفرد والعواقب المحتملة، فلنتعمق أكثر في أهم 5 تنبؤات للتفرد. التفرد بحلول عام 2029. يعتقد بعض الخبراء أن التفرد المبكر يمكن أن يحدث في وقت مبكر من عام 2029. يعتقد راي كورزويل أنه بحلول هذا الوقت سيكون الذكاء الاصطناعي قد تقدم إلى النقطة التي ستتمكن فيها الآلات من مجاراة الذكاء البشري. ويتوقع كورزويل أن يؤدي هذا إلى تسارع سريع في التقدم التكنولوجي، مما يؤدي في النهاية إلى التفرد في عام 2045. لذا في الأساس لن يكون ذلك تفردا نقيا لحلول عام 2029، بل بدايته المبكرة. حاليا لا يتوقع أي من الخبراء أو المستقبليين أن يحدث التفرد في وقت مبكر من عام 2029. بن جورتزيل 2031. يتوقع بن جورتزيل باحث الذكاء الاصطناعي ومؤسس سينجولاريتينت أن يحدث التفرد في عام 2031، وهو يعتقد أن هذا سيحدث عندما تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على التحسين الذاتي بشكل متكرر، مما يؤدي إلى زيادة هائلة في الذكاء. يعتقد جورتزيل أن التفرد سيؤدي إلى دمج الذكاء البشري والآلي، مما يخلق شكلا جديدا من الوعي. راي كورزويل 2045. يتوقع راي كورزويل أن التفرد سيحدث بحلول عام 2045، ويعتقد أنه بحلول هذا الوقت
سيكون الذكاء الاصطناعي قد تقدم إلى النقطة التي ستتمكن فيها الآلات من تجاوز الذكاء البشري. ويتوقع كورزويل أن التفرد سيؤدي إلى دمج الذكاء البشري والآلي، مما يؤدي إلى عصر جديد من التقدم التكنولوجي. يورغن شميد هوبر 2050. يتوقع يورغن شميد هوبر الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي أن يحدث التفرد في عام 2050، ويشير إلى أن ظهور الذكاء الاصطناعي الفائق يمكن أن يكون له آثار هائلة على المجتمع البشري، مما قد يؤدي إلى اضطرابات مجتمعية كبيرة وتحولات اقتصادية وتغيرات في طبيعة العمل والوجود. التفرد بحلول عام 2100. يعتقد بعض الخبراء أن التفرد قد لا يحدث حتى نهاية القرن. يأتي هذا التوقع من عالم الفيزياء والمستقبلي ميتشيو كاكو، وهو يعتقد أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في التقدم، إلا أن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير حتى تتمكن الآلات من مجاراة الذكاء البشري، كما هو الحال مع جميع الآخرين. يتوقع كاكو أيضا أن التفرد سيؤدي إلى دمج الذكاء البشري والآلي. بناء على أهم 5 تنبؤات تمت مناقشتها، فمن الواضح أن التفرد سيحدث على الأرجح في وقت ما بين عامي 2045 و 2100. ومع ذلك من المهم ملاحظة أن هذه التوقعات ليست دقيقة تماما، وبالتأكيد قد تتغير مع تقدم التكنولوجيا.